شفاء لروحي وحبر المتين، ورحمة قلبي وحصن الحصين، وأمن حياتي وخير الدليل إذا تهت يوما مع الحائرين. فقرآننا هدينا والحبور، وبشر يسلي الفؤاد الحزين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وخير من اصطفى نبيه ورسوله محمد صلى عليه عليه الصلاة والسلام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فاجعل اللهم بحولك وقوتك ورحمتك كل صعب علينا سهلا، فإنك إن شئت جعلت الحزن سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله وإياكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الندى الفضائية، وأهلا بحضراتكم ومع حلقة جديدة من برنامج ألف لام ميم. تقبل الله من الحجيج حجيج هذا العام، قولوا آمين. آمين يا رب العالمين. ورزقني الله وإياكم الحج في العام القادم، والوقوف بمنى في مثل هذه اللحظة من العام القادم بإذن الله تعالى. قولوا آمين. صلى الله تقبل يا رب العالمين. ورد اليوم، ما زلنا في سورة آل عمران، ورد اليوم من الآية 102 إلى الآية 108. اللي معاه مصحف المدينة الوجه رقم 63 يفتح المصحف ونتعرف على ضيفنا. ضيفنا اليوم أنا على اتصال بي بالتليفون من سنوات، ما يقرب من 3 سنوات أو يمكن أكثر كمان، والتقيت بي من قريب، وأنا حتى كاتبه عندي في الموبايل بتاعي من خلال اتصالاته بمحمد أسئلة. اللي أسئلة هنعرف الكلام دوت لما تعرف عليه. الشيخ محمد حسن جاي لنا من الشرقية. منورنا الشيخ محمد. ربنا يعزك رب. منور خاتم رفع الله قدرك وأزلهم. ربنا الله يرفع قدرك حبيبي، ربنا يحفظك. ربنا يعزك. ليه طب أنا ليه كتبت بقى إيه الشيخ محمد أسئلة؟ لكثرة الأسئلة على حضرتك. ربنا يبارك فيك. أخونا محمد ما شاء الله عليه محب جدا للقرآن، و بعد بقى ما التقينا عرفت انه قرأ على مشايخ كثيره جدا جدا جدا، اسال الله يبارك فيه ويجعل ذلك في ميزان حسناتي، وبيعلم قران وما شاء الله عليه، ويصلي امام في اكثر من مسجد. ما شاء الله عليه الشيخ محمد كان دايما يتصل عليا عشان يسال على اسئله خاصه بالتجويد والقراءه وبضبط القراءه، صح؟ نعم. والوقف والابتداء والقراءة على حضرتك، وطلبت انك تقرا معي يعني. ربنا في جداي يعني شرف لي يا رب، ربنا يحفظك. ربنا يعزك رب. اخونا محمد ما شاء الله عليه من الناس المجتهده جدا ومن الحافظه لكتاب الله، وان شاء الله ربنا يستر عليا بقى، عشان انا قلت اسئله والحلقه اصلا بنتكلم فيها عن الاخطاء الشائعه وبنتكلم فيها عن بعض الاحكام التجويديه، فربنا يسترني بقى. لا انت على الهواء، نحسبك من العلماء. ربنا الله يغفر لنا ولك. ربنا يبارك فيك محمد، ربنا يحفظك. طب قبل ما نبدا يا شيخ محمد في ورد اليوم اللي هو من سورة آل عمران من الآية 102 إلى الآية 108 رقم الصفحة اللي مع مصحف المدينة 63. قبل ما نبدأ الورد، إحنا اليوم يوم التروية. نعم. والحجيج دلوقتي في على في منى. تمام. في المشعر الحرام. وغدا على جبل، وغدا إن شاء الله من الفجر يتجه إلى جبل عرفات. صلى الله يرزقنا الوقوف على عرفات في العام القادم. آمين يا رب. طيب عايزين كده بقى يعني كلمة يعني كمقدمة عن عرفات. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين المحتسبين، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هناك أخطاء تقع من بعض الناس حفظهم الله في يوم عرفة،
أخطاء كثيرة تقع من بعض الناس. الناس اللي هي إيه؟ يعني في عرفة ولا في؟ لا، الناس الموجودون الآن اللي هم ليسوا في عرفة. يعني مثلا في مصر مثلا، في مصر أو في أي دولة أخطاء تقع منهم. من هذه الأخطاء في عجالة سريعة حتى لا يطيل بنا الوقت في هذا الكلام، عدم صيام يوم عرفة. بعض الناس لا يصومون هذا اليوم، وهذا خطأ عظيم يقع فيه بعض الناس، هذا خطأ عظيم يقع فيه بعض الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بصيام هذا اليوم. لما روي عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عن صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. يعني خسران اللي يبان كده هو خاسر، خاب وخسر من لم يصم هذا اليوم، لما في هذا اليوم من فوائد عظيمة. نحن أصحاب ذنوب، ورب الكعبة كلنا أصحاب ذنوب، لسنا بملائكة بررة ولا شياطين مردة، بل نحن في النهاية بشر، وهذه فرصة لا بد أن نسابق إلى هذه الفرصة من صيام هذا اليوم لما فيه الخير الوفير. تمام. هذا خطأ يقع فيه بعض الناس، فلا بد أن نصوم هذا اليوم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. هناك أيضا خطأ، بعض الناس لا يدعون في هذا اليوم الدعاء. الدعاء، نحن في أشد الحاجة إلى الدعاء. نحن في أشد الحاجة إلى الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة. خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. فلا بد علينا في هذا اليوم أن ندعو الله في كل وقت وحين، وأنت راكع وأنت ساجد وأنت تصلي وأنت في بيتك وأنت في كل مكان، لا بد أن تدعو الله، لأن هذا اليوم هو خير الدعاء فيه في يوم عرفة هذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بس يعني دول يعني أنت بتقول بتحذر الناس من أمرين. الأمر الأول هو عدم صيام يوم عرفة. تمام. والأمر الثاني هو عدم يعني تضييع الوقت. تمام. في الكلام وفي الحواديت والحكايات والفرجة على التلفاز حتى. تمام. والتقصير في جانب الدعاء. نعم. وهذا تمام. يوم عرفة من يعني هذا اليوم هو يوم إتمام الدين، هو إكمال الدين وهو إتمام النعمة. نعم. وفيه نزل قول الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال بعض أهل الكتاب لو هذه الآية نزلت علينا نحن معشر اليهود لاتخذناها عيدا. نعم. قال عمر بن الخطاب ورب الكعبة نعم، إن هذه الآية نزلت في يوم عيدين، عيد يوم عرفة، ونزلت في يوم الجمعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو واقف بعرفة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يعني احنا محسودون أصلا من اليهود على نعم هذا اليوم. نعم بالضبط. والشيطان يحزن حزنا شديدا. الملك سبحانه وتعالى يباهي بهؤلاء الناس الموجودين في عرفة، يباهي بهم الملائكة. ألم يقل الملك وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، فالملك يقول للملائكة انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق فلقد غفرت لهم. الملك سبحانه وتعالى يغفر لهم، لأن الملك قال، الملائكة قالت للملك. نعم. إني قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. نعم. الشيطان يحزن حزنا شديدا في هذا اليوم. نعم. وأنا عايزين نطلع عنيه بصراحة الشيطان. بالضبط. نعم. مش حزن بس. طب تمام، ربنا يعزك من ربنا، رفع الله قدرك. نبدأ بقى القراءة. نعم. جاهز؟ أنا قلت بس نعمل تمهيد كده بس عشان أول مرة تطلع معي على الهواء. تمام. وأنا سعيد بك جدا جدا ما شاء الله عليك. ربنا يبارك فيك محمد، وأنا بحبك في الله وأشهد الله على هذا. أحبك الله الذي أحببتني من أجله. ربنا يبارك فيك ويحفظك حبيبي. ربنا طيب حبيب. نبدأ القراءة من الورد. تمام. إن شاء الله. من الآية 102. وبعد كده طبعا لنا كلام كتير قوي بقى في الآيات وفي الأخطاء الشائعة. نعم. اللي بيقع فيها بعض إخواننا وأخواتنا حال قراءة. جزاك الله خيرا. استعين بالله وأبدأ إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. بارك الله فيك يا شيخ محمد. عندك برضه شويه قلق ده نعم. لا ينكر يعني هو حتى باين في هزه الصوت. ربنا يعزك. وحتى انت قلت لي انك انت كنت مريض كمان. بالظبط انا ليك والله على عين ان شاء الله عشان اشوف حضرتك. شرفتنا ونورتنا حبيبي. ربنا يرفع قدرك ويبارك فيك. طيب خلينا بقى ندردش في الاخطاء الشائعه وطبعا المفروض احنا كنا عاملين فقره تجويديه قبل الدخول في الايات. خلينا ان شاء الله نستأنفها باذن الله تعالى بعد العيد وكان بدلها اليوم الكلام عن عرفات الله. نعم. طيب ندخل بقى في الايات والاخطاء الشائعه وايه الاخطاء اللي انت بتسمعها من بعض اخواننا واخواتنا حال قراءه هذا الورد تحديدا يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. افضل شيء بدانا به هو قول الله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولم نقل وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم ايات الله. تمام. لان هذه الكلمه استفهاميه والواو هنا عاطفه على ما قبلها. تمام. فما كما قال احد علماء الوقف الابتداء افضل الابتداء ان تبتدي بالندى. نعم. يا ايها يعني افضل الابتداء هنا ان تبتدي باداه الندى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وده سبب ان احنا اصلا اخذنا الايه ديت. نعم. في الحلقه الماضيه. تمام. تمام. عزك الله. جميل جدا. تمام. يبقى افضل البدء الابتداء ان تبتدئ بالنداء. بالنداء ماشي. وده اللي احنا نحذر يعني من بعض القراء الذين يبدؤون كيف تكفرون بذات الصفحه. لان هنا اداه استفهام والواو هنا عاطفه وليست مستانفه. هنخش بقى في خطط في حته تانية بقى وكمان بدايات ارباع ما ينفعش البدء بيها. بالظبط. وبدايات اجزاء ما ينفعش البدء بيها. في سوره ال عمران مثلا على سبيل المثال زينا للناس حب الشهوات نحن نبدا قل أنبئكم وهي ليها على تعلق بما قبلها. بما قبلها فلا بد ان نبتدي زينا للناس ولا نقول قل أنبئكم فهناك يعني كثير من يعني لان الارباع الموجوده في المصحف كلها اجتهاديه. نعم. وليست توقيفيه من عند الله. نعم. ولا على النبي صلى الله عليه وسلم. ولا على النبي صلى الله عليه وسلم. اجتهاد من العلماء. ده ده, ده 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 يقال ان من وضع الاجزاء والاحزاب وانصاف الاحزاب والارباع الحجاج بن يوسف. نعم. فيعني من ضمن الحسنات التي تكون للحجاج بن يوسف الصحابي. نعم. هو كمان صاحب فكره نقط المصحف. نعم. يعني اختلاف والشكل ده من ضمن يعني. نعم. مقيل يعني من حسب بيقول على مقيل يعني. تمام. يا ايها الذين امنوا بعض الاخوه يسالون ما هو المتصل رسما المنفصل حكما لان. نعم. بعض الناس يظن ان يا ايها الذين امنوا. طب بس بالراحه بقى عليا شويه بقى عشان انت تخش كده ايه في تجويد صرف. تمام. واكاديمي فلازم انا افك الاشتباك ده. تمام. تحت امرك. المنفصل حكما المتصل رسما. نعم. يعني تقصد ان يا ايها ده متصل يا بايها في الرسم. نعم. تمام.
والاتصال ده خلى الالف ليست مفصوله، لانها لو مرسومه في الرسم كانت فصلت ياء عن ايها. فبالتالي علماء الضبط وضعوا الف صغيره، تمام، الف نيجيريه صغيره، تمام، نعم، لتدل على ان هناك الف محذوفه في الرسم، تمام. فده بنسميه ايه؟ انفصال، تمام. انفصال في الحكم، او هو الانفصال هنا حكمي وليس ايه في الرسم، وهو رسم متصل، رسم متصل لكن هو منفصل حكما، منفصل حكما، تمام. بعض الاخوه يقعون في الهمزه، نعم، الهمزه هنا شديده، يا ايها، يعني بعض الناس تجدوه يقرا يا ايها هكذا، يتساهل، نعم، في الهمزه تساهلا شديدا، وهذا خطا، يا ايها، يا ايها هكذا، آه، لم يقل يا ايها، نعم، انها الهمزه هنا من حروف الشده، اجد قطن بكت والجهر، نعم، حروف الشده والجهر، تمام، شديده، الهمزه شديده، يا الهمزه شديده، نعم. طب نشوف احمد وبعدين نشوف موضوع الهمزه، تفضل. السلام عليكم يا احمد. السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بيك. اهلا، تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. صوت بعيد ليه؟ الو، سامعني يا استاذ احمد؟ حضرتك سامعني كده؟ اه سامع حضرتك كده، ماشي. حضرتك قال السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ احمد اسمعني من التليفون وما تسمعنيش من التلفزيون. الو، السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه اسمعني من التليفون ما تسمعنيش من التلفزيون. طيب تمام مع حضرتك، اتفضل تقرا معانا ان شاء الله باذن الله. اتفضل حبيبي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. طبعا عندنا في هنا عندنا اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. بارك الله فيك يا استاذ احمد. طبعا انت يعني ايه مش سامعني، اسمعني بقى، اقفل التليفون واسمعني بقى من التلفزيون دلوقتي. طبعا كنت بكلمك وانت بتقرا لكن انت يعني مش سامعني، فبالتالي هقول لحضرتك على التوجيهات على القراءه. حضرتك الاداء عندك ما شاء الله جميل، وعندك نبر صوت كده جميلة جدا يعني، بس محتاج انك تضبط احكام الغنن وعى مننا. كمان عندنا مشكلة تانية وهي التفخيم الغالب على القراءة، فمحتاجين نضبط ده. يعني ما شاء الله عندك اداء كويس، محتاج بس تجلس مع معلم قرآن متقن يضبط لك الامور ديت، تبقى قارئ يعني متميز بإذن الله. ولا انا مش معايا شيخ محمد؟ لا، هو اداءه فعلا طيب، ولكن بعض الأخطاء الواردة في القراءة يعني كالمعتاد من بعض الناس، وأغلب الأخطاء هنا إزاي يخلص المفخم من المرقق، دي مشكلة يعني بالنسبة للقراءة. فده غالب عليه التفخيم شوية كمان. آه بالضبط، يغلب عليه التفخيم أكثر من التركيب. وكمان يعني الغنى انواع تقريبا يعني يعني نقول بنسبة 70-80% منها واقعية. نظام المثلين إضغام. نعم بالضبط. طيب نكمل بقى كلامنا. أنت كنت بتكلم على الهمزة وبتقول الهمزة حرف شديد، نعم، مجهور، نعم، يعني مقطوع الصوت والنفس، نعم، لكن برضه لازم يخرج بلطف بالظبط. لكن نعم، ما نشا... يعني اصل الناس تسمع شده لا وجهر يفتكر ان الحرف ده محتاج لقوه عشان يخرج، تمام. نقول لهم بقى كلام مين؟ كلام الامام السخاوي. السخاوي نعم، يقول ولئن تفوها بهمزه متهوعه فيفر سامعها من الغثيان للحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان. اللي جاء دي بقى هو الشاهد. نعم. فإذا همزت فجئ به متلطفا. نعم. من غير ايه؟ عنف. بالظبط. فيبقى ايه؟ يا ايها. تمام. مش يا ايها ولا يا ايها. تمام كده. لا تعبت والله. حتى بعض العلماء اما جاء قال لك في حروف القلقلة، ايه العله اللي حروف القلقله قلقلت؟ لان فيها صفتها الجهر والشده. نعم.
فجم بعض العلماء قال لك طب ما الهمزه فيها صفتان الجهر والشد، مش معنى الهمزه، فقال لك لان العلماء استخلصوا لها طرق اخرى مثل الابدال والتسهيل والنقل وغير نعم هذا نعم. وقال بعضهم ان العرب استقبحوا هذا الفعل لان الذي يفعله كالمتقي او المعتوه هكذا، وهذا الشيء استقبحه العرب، وما استقبحه العرب استقبحه علماء التجويد. تمام احسنت. فدي في مساله في الهمزه دي مشكله أحسنت. كبيره يقع فيها بعض الاخوه. وبعدين كمان موضوع قلقله، انا لو عملت قلقله يبقى هجيبها منين؟ انا نعم. هتيجي من المعده لان بالزبط. انا صعب جدا ان انا اطلع اعمل قلقله في مخرج الهمزه بالزبط. اللي هو بعيد عن الفم. بالزبط. معنا احمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه وبركاته شيخ. ازيك يا استاذ احمد؟ الله يبارك في حضرتك، الله يخليك. هتقرا معنا ان شاء الله تعالى؟ طب تدفع؟ طيب نعم تدفع. تدفع. اللهم صل وسلم أيوة وبارك كده. على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طب دفعت اتفضل اكمل بقى ان شاء الله. اكمل بقى ولتكن منكم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولتكن منكم طائفة يدعون إلى نعم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم. طب ليه تعمل في نفسك كده يا استاذ احمد؟ نعم ليه تعمل في نفسك كده؟ قف على وجوه وتسود وجوه وبعدين ابدا فأما عشان نفس كمان. حاضر يا شيخ. ماشي حبيبي اتفضل. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. بارك الله فيك يا شيخ أحمد. اسمعني برضو اقفل التليفون واسمعني من التلفزيون. هقول لحضرتك على بعض بس التوجيهات. ربنا يبارك فيك ما شاء الله. برضو أخونا أحمد الظاهر ان الاتصالات النهارده تبقى احمد بس. نعم اخونا احمد ربنا يبارك فيه برضو عنده اداء طيب جدا ما شاء الله عليه. بس برضو يعني محتاج يعني اللي بيغطي على الاداء ده ان حضرتك عايز تحقق الحروف قوي، فالضغط على الحروف بيخلي صوتها مختلف شويه عن الصوت الطبيعي بتاعها، فمحتاجين بس تخف شويه وتخلص بشكل اسرع من كده. لكن ما شاء الله عليك برضو يعني اداء طيب جدا ما شاء الله، والقراءه يعني طيبه ما شاء الله. ربنا يبارك فيك يا استاذ احمد. نرجع بقى للشيخ محمد. اتفضل يا مولانا. يبقى الهمزه خلاص كده؟ خلاص كده. ايه تاني من الاخطاء الشائعه اللي بنسمعها بيقع فيها كثير من اخواننا بما يعني يقرؤون مثلا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. هنا الاخفاء مشكله برضو. بعض الناس يقرؤون الاخفاء هنا يعني كالاظهار. يقرا الا وانتم مسلمون الا وان بيعمل غنه بس غنه اظهار مش غنه اظهار. فنقول له في الحاله ديت لابد ان تسمع اذنك وانت تقرا. نعم. تجعلك العمده لك في القراءه يعني. تمام. لان الاخفاء بس برضه ممكن يكون في ناس كتير قوي ما بتسمعش نفسها. ما هو بالظبط عشان كده قالوا الاصل في تلقي العلم هو المشافه. بالظبط. نعم. فلازم حد يسمعه. تمام. لكن هو لو بيسمع كويس قوي قوي ده يبقى خلاص كده وصل لمرحله هو هيرجع من خلال التلقي برضه يقرا القران على شيخ مسلم. لازم لابد من المتابعه مع شيخ. بس هو برضه يعرف الخطا اللي هنا ايه في حكم الاخفاء. شيخه قال له عليه هو برضه بيقرر الخطا دوت. تمام. فالتكرير ده بيقع منه لانه ما بيسمعش نفسه كويس. تمام. ما بيسمعش نفسه بس ده دخلنا في حته ثانيه يا شيخ محمد. وانا يعني مش حابب كل حلقه اتكلم عنها يعني. تمام. انت تقول هنا اظهر النون. نعم. طب ما في بعض اخواننا بيتبنى راي
اطباق الشفتين مع الباء عندما تلتقي الميم مع الباء. نعم. ما هو ده برضو احنا ممكن نقول كده زي ما حضرتك قلت اظهار، نقول ده اظهار برضو. لا، ما هو اللي بنقول مثلا بيعمل في اطباق في القلب او الاقلاب، الاقلاب اول الاخفاء ولا تنزل مع الاخفاء بنفس الحكم، ينطبق على نفس الحكم. لان في الاخر الاقلاب بيصل الى حكم الاخفاء. احنا هنقول حاجه واحده بس، شيء واحد بس فقط من خلال الحلقه بتاعت حضرتك ديت، تقول اقرا قول الله تعالى ثم بعثنا من بعده موسى بتاع سوره يونس، اقرا هذه الايه فقط، مش هنتكلم في اي مشكله خالص. لان حضرتك انت لما تيجي تقرا تعمل فرج هنا او تعمل اطباق في هذه الايه، مثلا لو هنقرا ترميهم بحجاره، ايوه، لو انت عملت هنا ايه ميم ساكنه اتت بعدها باء، وهذا حكم الاخفاء الشفوي. فانت حضرتك لما تيجي تقرا تقول ترميهم، الناس اللي بيقرؤون بالاطباق يقولوا انت ما بتعملش هنا اطباق، انت بتعمل هنا اظهار ما بتعملش اخفاء. ما ده اللي بتكلم عليه بالظبط. فالخطا يقع من بعض الناس. انا بعمل قياس على موضوع الاخفاء، وعلى موضوع اخفاء الميم او اقلاب النون الساكنه عند الباء. نعم. والاثنين في الاخر هي ميم بتلتقي بباء بالظبط، مع الكلام عن النون الساكنه. ما انت بتقول اظهار هنا، فلما اقول لك ايه ترميهم بحجاره، ما انا كده عملت اظهار بالظبط. نعم. وليس هنا اخفاء، وليس هنا اخفاء كما يعتقد البعض. تمام. نعم. يبقى احنا هنا خلينا بقى، طب خلينا نرجع بقى للنون الساكنه. تمام. يبقى هنا لابد من بيان الايه، بيان الاخفاء بالظبط، مع ترك مخرج الايه النون، لان تمكين مخرج النون معناها ان انا بعمل اظهار. نعم بالفعل. جميل جدا. فتح الله لك. بعض الناس يخطئون في، انا هتكلم فيها في عجاله من ضمن الاخطاء، يعني الناس كثير تعتقد اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. انا هذكر حاجه بس مالهاش دعوه بالاخطاء دلوقتي، في المد البدل هي في اخر الايه، تلك ايات الله نتلوها عليك، مد بدل هنا. بعض الناس يعتقدون ان كلمه قران، بل هو قران مجيد، سل بني اسرائيل، كلمه اسرائيل، الظمآن، مسؤوله هذه الكلمات التي ذكرت في القران، يعتقدون ان هذه الايات حكمها حكم البدل، او الكلمات حكمها حكم البدل. ودي مستثنيات اصلا عند ورش البدل. نعم. لان بعض العلماء قالوا ارجع الى اصل البدل، عشان خاطر في ناس بتسال كتير في المساله دي. يعني كلمه امنوا اصلها امنوا، فاحنا نرجع للاصل الاول، دي مش محل ايه كلام دلوقتي عشان خاطر الوقت هيطيط بها يعني. فاحنا بنقول له هذه زي ادم برضو ادم. نعم نعم. فنقول له هذه الكلمه كلمه قران، وكلمه مسؤوله، وكلمه الظمآن، وكلمه اسرائيل، كلها تشبه البدل، حكمها عند علماء التجويد انها كلمات تشبه البدل وليست مد بدل كما يعتقد البعض. معنا محمود بعد احمد، اتفضل. السلام عليكم استاذ محمود. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا بيك. أهلا وسهلا بحضرتك. ها تقرأ؟ إن شاء الله. إن شاء الله، ابدأ من أول الورد إن شاء الله. حاضر. من يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. بإذن الله تعالى. اللهم اجعلنا وإياكم من المتقين. اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. ما شاء الله عليك شيخ محمود، بارك الله فيك، يعني قراءة طيبة جدا، وأخونا محمود ما شاء الله عليه أداء طيب. لو حابب يبقى معانا في البرنامج إن شاء الله يسيب بس رقم الهاتف مع إخواننا ونتصل بيه إن شاء الله. إن شاء الله. طيب نكمل. نرجع مرة أخرى، واعتصموا بحبل الله جميعا. بعض الاخوه يقرؤون واعتصموا، ايوه، بالطاء بالطاء، نعم، وليس بالتاء. وفي ناس بتتكلف قوي يا شيخ محمد، يقول لك ايه واعتصموا ويعمل لك كده، تلاقي هو عايز يشغل الفكين عنده، لان برضه خطا كبير يقع من الناس اللي هو ما بيشغلش الفكين ده خالص عند قراءه القران. وفي ناس بتبالغ قوي في تشغيل الفكين. نعم. فبيعمل تيبس في الفكين بالظبط، يعني تسمع واحد يقول لك سبح، اعمل كده، هنا في تعسف في القراءه. نعم.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فيقرأ لك كلمة واعتصموا بالطاء بدل التاء. فدي خطأ، تبديل حرف بحرف، أصبح هنا في لحن جالي. تمام. يأسم عليه القارئ بفعل هذا الفعل يعني. إذا قصد يعني. نعم إذا قصد. إذا تعمد. نعم إذا قصد. بالنسبة برضو أيضا مولانا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، كلمة تفرقوا هنا قال الإمام الداني أن هذا الوقف وقف تام أو وقف كافي. تمام. والإمام السجواندي تكلم في هذه المسألة بالنسبة برضو اللي عايزين يسمعوا وقف. الإمام السجواندي قال لك ممكن أن يكون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقف تام، وممكن يكون كافي، بحيث اللي الوقف هنا تكلموا فيها علماء اللغة ممكن. تمام. تكون مستأنفة وممكن تكون عاطفة. تمام. لو عاطفة يبقى لازم أصل. بالظبط. لو مستأنفة يبقى يجوز اللي أنا أبدأ منه. نعم، هو لو عاطفة ممكن يقف من باب الوقف الكافي، من قبيل الكافي. تمام. أما لو هيقف ولو هي مستأنفة الواو هنا تبقى من قبيل التام. باب التام. بالظبط كده، فتح الله لك مولانا. ماشي. واذكروا، بعض القراء يقرؤون واذ الزال، يجعل هذه الزال فيها حرف سين. واذ. واذ. هكذا نسمعه كثيرا يعني حضرتك انت لا بسمع كتير. نعم. ومنهم من يبدلها ثاء كمان واذكروا. نعم. لو بصينا في صفه الزال والزاي نفس الصفات مجتمع هنا، ولكن الذي يفرق هذا عن ذاك الصفير، لولا الصفير في الزال لاصبحت الزال زاية. وكمان الهمس. نعم. الزاي ما فيهاش همس. نعم. والذال ما فيهاش همس، الاثنين متفقين. بالظبط. هو الخلاف بينهم في 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 المخرج وفي الزاي لاصبحت همسا. نعم. نعم. فالناس يقرؤون واذ يجعلها سينا. نعم. فهذا خطأ يقع من بعض القراء أيضا، هم يصلون أو هم يقرؤون القرآن. نعم. أو نسمعه كثير. طيب إيه تاني؟ نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء، كلمة كنتم بتحتاج عشان تفخيم الودن بس إلى فخرجة كده أو ابتسامة صغيرة. حتى يفرج يعني. بدون مبالغة يعني. بدون مبالغة. نعم. تمام. ففي حتة برضه أنا عايز أذكرها يعني من ضمن الكلام، إذ كنتم أعداء فأصبحتم بنعمته إخوانا. نعم. الحتة دي بقى فيها محل خلاف كبير جدا برضو من ضمن الأخطاء. نعم. لأن بعض العلماء ذكروا أن مراتب التفخيم خمسة، ومنهم من ذكروا قالك الساكن وقبله مكسور، الساكن وقبله مكسور عدها مرتبة. أنا عندي ثمانية بقى. ثمانية. تمام. ثمانية. تمام. ممكن نسمعهم هنا حضرتك. أقول لك حاضر، بس ناخد أخونا محمود. تمام. يعني واضح إن اتنين أحمد واتنين محمود ما شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. أستاذ محمود أهلا بحضرتك. أحمد عبد الحميد. أستاذ أحمد. أيوة فندم. قالوا لي أستاذ محمود. ماشي. خير. ماشي. ممكن أقرأ على حضرتك. اتفضل أستاذ أحمد. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. صلى على النبي أستاذ أحمد. نعم. صلى على النبي. صلى الله عليه وسلم. طيب عايزين نفصل بقى التاء عن القاف. اتقوا. اتقوا. اتقوا أيوة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. طب نخليها حق ليه؟ حق تقاته. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله. طب ما جيب التاء بقى عشان نسكت نتكلم عليها، وأنا عارف أنت بتتصل عشان لو في أخطاء بنصوبها. بالضبط كده. واعتا واعطا يبدأت التاء بطاء. واعتصموا بحبل الله. جبنا الصاد سين. صلى على النبي. عايزين نعمل بقى الابتسامة الصغيرة دي عند التاء بس، ونرجع تاني ناخد تبويزة بسيطة كده. واعتصموا. واعتصموا. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك. واعتصموا. أنا عارف إن. واعتصموا. ما شاء الله عليك، أيوة كده ممتازة. واعتصموا. لسه في. واعتصموا بحبل الله. بص أقول لك على حاجة، أستاذ أحمد صل على النبي. نعم. أنت عارف إن أنت وأنت يعني وأنا برد حضرتك دلوقتي كده، أنت من المتعتعين كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسول السيدة عائشة. السيدة عائشة تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وعليه إيه؟ شاق. أنت دلوقتي في المشقة ديت بتاخد أجرين. أيوة. وعليه شاق له إيه؟ أجران. أسأل الله أن يرزقنا وإياك أن نكون من أهل القرآن، فاصبر علي بقى. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ما شاء الله. أكمل؟ كمل إن شاء الله، أنت ما شاء الله عليك. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا. واذكروا. واذكروا.
واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. أستاذ أحمد ما شاء الله عليك، أنت أجمل يعني أجمل ما فيك أنك أنت مستجيب جدا للضبط القراءة. أنت قراءتك صحيحة كأحكام، المشكلة كلها في تخليص المفخم المرقق، بس لو ضبطت ده ما شاء الله عليك، فربنا يبارك فيك وربنا يبارك فيك وعلمنا وإياك، ما شاء الله عليك، ربنا يحفظك ويزيدك صبر عليا يعني، وجزيك خير على صبرك علي، بارك الله فيك. الزحمة معنا اتصال تاني، مين؟ عائشة، السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا عائشة؟ الحمد لله. ها هتقرأي معنا يا عائشة؟ هقرأ سورة الممتحن. ماشي اتفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا خدي بالك يا عائشة، احنا قلنا قبل كده يا عائشة ما قلتش الرحمن الرحمن الرحيم. لا 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 لا، صل على النبي عليه الصلاة والسلام، صل على النبي الأول، صل على النبي عليه الصلاة والسلام. أيوة كده، بصي بقى، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحماني مش رحمانه، بسم الله الرحمن الرحيم. لا اكسري بقى، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم. لا الرحماني، الرحماني الرحيم. لا ما تسمعيني بس، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم. ما شاء الله عليك، انت ممتازة قوي يا عائشة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. لا أخت عائشة، اسمعي عائشة، لا تتخذوا، مش لا تتخذوا، لا تتخذوا، نعم. لا تتخذوا وعدوكم أولياء تلقون تلقون تاء عليها ضمة، مش تاء يا عائشة، مش تاء عندك عليها ضمة؟ اه يبقى نقولها ايه؟ تو تلقون، ها دول بالمودة تلقون إليهم، انت بتختصري، كفروا بما جاءهم من الحق. لا بما جاءكم، مش جاءهم، بما يا. جاءهم من لا الحق، جاءكم مش عندك كاف ولا هاء، جاءكم من الحق ويخرجون. لا لا لا، جبت منين دي؟ جبت الواو منين؟ ها جبت الواو منين؟ عندك واو في المصحف؟ انت بتقراي من مصحف غير المصحف بتاعنا ولا ايه يا عائشة؟ ها يخرجون الرسول. جميل جدا كده، ها وإياكم أن تؤمنون بالله، أن تؤمنوا مفيش نون، أن تؤمنون بالله ربكم، لا ربكم، وإن كنتم خرجتم جهادا. يا عائشة أنت حافظة قد إيه يا عائشة من القرآن؟ ها حافظة قد إيه من القرآن؟ أنا في سورة الممتحن. طب ما احنا عايزين بقى نضبط القراءة يا عائشة، يعني أنا عايزين نضبط القراءة، يعني عايز المعلمة بتاعتك، مين اللي بيعلمك القرآن؟ ماشي طيب، يعني اسمعيني بالتلفزيون يا عائشة، جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك. عائشة عائشة على فكرة من المتصلات الدائمات على البرنامج وعايز تعلم، بس احنا بننصح المعلم بتاعها او المعلمة بتاعتها اللي بيعلمها القرآن ان التركيز على الحفظ بس خطأ طبعا، لان واضح ان عائشة عندها اخطاء في تشكيل، بتضيف حروف، بتنقص حروف، الامر محتاج من 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 المعلم او المعلمة اللي بيعلمها القرآن وبيحفظها القرآن ان يضبط معاها. تمام، دايما بيهتموا بالحفظ، ابن يختم القرآن جميل، وبعدين ختم القرآن ما بيعرفش يقرأ حرف، ما بيعرفش يقرأ كلمة صح. لا أنا عندي عائشة تكون لسه في جزء عام، بل في بداية قصار الصور، أفضل من إنها توصل للممتحنة وهي عندها مشاكل في التشكيل، فنصيحة. لكن هي عائشة ما شاء الله عليها جميلة جدا ومجتهدة جدا جدا جدا، وأنا بسعيد جدا جدا ودخلتها. تمام، ودي نصيحة عامة بقى، يعني ربنا ينفع بها رب، ربنا يا رب يا رب العالمين يا رب العالمين. ها بالنسبة بقى لمراتب التفخيم، انت عايز انت انت منتظر مني حتى استاذ ايمن بيقول لي 8 صح كده يا استاذ ايمن؟ يعني انت معايا عليا؟ ماشي حاضر. لا هم 5 تقريبا، انا قلت 8، انت حضرتك قلت 8، طيب ما انا هقول لك 8 هم دلوقتي. ماشي ان شاء الله. الخمسة المتفق عليهم، المفتوح بعده الف، المفتوح ليس بعده الف، المضموم
نعم. الساكن المكسور كده كام؟ خمس. بعض العلماء فصل في الساكن وفصل في المكسور. نعم. في المكسور. نعم. وجعل الساكن ثلاث مراتب. تمام. ساكن وقبله مفتوح. تمام. أقوى من ساكن وقبله مضموم. تمام. والساكن وقبله مضموم أقوى من الساكن وقبله مكسور. تمام. وفصل أيضا في الإيه؟ أيضا في الإيه؟ في المكسور. قال المكسور وليس بعده ياء أقوى من المكسور وبعده ياء، لأن الياء تؤثر على الإيه؟ تؤثر على المكسور. تمام. بإيه؟ بزيادة الضعف. تمام. فبتخليه، يبقى احنا لو حسبناهم كده 8، عد بقى معايا 8 كده. بالظبط. مفتوح بعده ألف. مفتوح واحد. ليس بعده ألف. اثنين. مضموم. ثلاثة. ساكن وقبله مفتوح. أربعة. ساكن وقبله مضموم. خمس. ساكن وقبله مكسور. ست. مكسور وليس بعده ياء. سبعة. ومكسور وبعده ياء. ثمانية. تمام. تمام كده؟ رفع. يبقى عندي طلع عندي 8 ولا عند حضرتك 8. تمام. لا، في إشكالية هنا وقع، يعني تكلم فيها العلماء، يعني احنا مورب بننقل بس الكلام عن العلماء. الشيخ المتولي شيخ عموم المقارئ سابقا. طبعا طبعا ده نعم. شيخ عالما جليلا يعني. نقدم. وله متون كثيرة جدا في التجويد. بالضبط. يعني وفي القراءات. لما تكلم وقال بالنسبة للساكن الذي قبله مكسور. مثل قول الله تعالى ربنا أفرغ هكذا. نعم. كان يقول نعم، يقول لك ربنا أفرغ ليس ربنا أفرغ. تمام. فاحنا تكلمنا في هذه المسألة وقلنا إن بعض الأمثلة إذا كانت سعفة الإمام المتولي فإن كل الأمثلة لن تسعفه. بمعنى لو جينا قرأنا قول الله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، القاف قبلها، القاف ساكنة وقبلها مكسور، لو قرأ هيقرأ هيقول اقرأ مثلا؟ لا. نعم. هتبقى هكذا، هتبقى اقرأ. لا، هتبقى اقرأ. لكن ما قلتش اقرأ. نعم. ده بعض العلماء يعني تكلموا في هذه المسألة قال لك دي خطأ، يعني لو كانت الأمثلة كلها سعفة، بعض الأمثلة سعفت. احنا الاصل عندنا، بص يا شيخ. نعم. فيك انا بقى هرد عليك رد بقى. تمام. عارف ان انت بقى هتتعبني في الحلقه دي، بس انا مستعد ان شاء الله. ربنا يعني. لا انا عارف يعني دايما دايما بقول النقاش مع الضيف ده بيوصل معلومات كثيره جدا جدا. بالزبط. جدا للمشاهدين الكرام. وانت عالم ما تقوليش الحلقه خلصت، معنا اتصال، انا اخد اتصال، لكن انا لسه عندي اتكلم، لسه ارد على الشيخ في حته كده بقى. مين معايا؟ ان شاء الله النهارده احمد ومحمد ومحمود. ما شاء الله. محمد السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا محمد؟ انا ممكن اسمع سورة الضحى؟ سورة الضحى كاملة؟ يجوز. تفضل يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. طب يا محمد، مش احنا اتفقنا من قبل باننا لابد من الاستعاذة اولا عند البدء القراءة، صح؟ فاستعيذ بالله الاول وبعدين قول بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بس الرحيم دي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا مش الرحيم، صلى على النبي. بس صلى على النبي يا محمد. قول معايا كده الرحيم. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن. خلاص يا محمد. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا. لا هنا مد بقى كتير شوية. ستة. ماشي. ووجدك ضالا كمان شوية، خليها عليك شوية. ستة عندك اتنين. لا عايزين زودها شوية. ووجدك ضالا فهدى. ووجدك ضالا فهدى فأما اليتيم. ووجدك عائلا فأغنى. ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. مد شوية برضو هنا عشان هنا مد واجب. وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك ف... ما شاء الله عليك، يعني كنا عايزين نسمع القفلة بتاعتك. ما شاء الله محمد، واضح ان هو يعني ان شاء الله في المستقبل يبقى قارئ، بس عايزين حد يهتم بيه، حد يضبط له الالفات اللي في الاواخر للايات يبينها، صح ولا ايه؟ لا ما حدش يقول الوقت خلص. الله يكرمك. ازاي؟ طب يعني نخلص بس المساله دي. طيب الوقت خلص عشان الشيخ ما يزعلش مني.
ده في حته صغيره كده بقى. طب قبل ما تقول حته صغيره بس ارد بس على المساله ديت. تمام. احنا عندنا الاصل في القراءه هو مش اسعاف ان في شيخ اسعف في مساله او لا، لكن الاصل عندنا يا شيخ محمد هو التلقي عن النبي صلى الله عليه وسلم، صح كده؟ نعم بالظبط. فانا لو هتكلم على الساكن وقبله مكسور، انا عندي كلمه اخراج تفخم الخاء تفخيما عاليا. وهذا ثابت في قراءه النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. لكن اختلاف، مع ان الخاء هنا ساكنه بعد كسر والخاء هنا ساكنه بعد كسر، لكن اختلاف لا ابالغ في تفخيم الخاء. فعندي الاصل هو الروايه، صح ولا ايه؟ نعم بالظبط. نعم، اصل القراءه الروايه، فالعلماء اخذوا من علم الروايه العلم. ايوه، وضع القواعد بتؤخذ من قراءه النبي صلى الله عليه وسلم. قول بقى انت عايز تقول حاجه. باخر حاجه بقى في القراءه ديت، دي من ضمن بقى البلاغه في القران. نعم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. نعم. من المفترض ان يقول الله تبارك وتعالى هو بدا يوم تبيض وجوه. نعم. فانا من المفترض فيقول فاما الذين ابيضت. نعم. ولم يقل فاما الذين اسودت. فبعض الناس هم يقرؤون القران يعني عملا بقول الله، افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها، افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. بالنسبه لهذه الايه فيها بلاغه. نعم. من ضمن البلاغه اللي فيها لف ونشر غير مرتب ولا مشوش. ده الموضوع ده كده عايز ده في دقيقة. طيب. في دقيقة واحدة. طب ترجم. نعم انا هترجم بقى. لف ونشر غير مرتب او مشوش، بمعنى يعني مثلا على سبيل المثال ولله المثل الاعلى، هضرب مثالين بس اثنين. نعم. يبقى كده المسألة اتضحت يعني. الله سبحانه وتعالى يفاجئنا في هذه الآية، بمعنى الاخ الفاضل اللي هو بيقدم مثلا المشروبات. نعم. في القناة جزاه الله خيره. اخونا السويسي ده ما شاء الله عليه، ربنا يبارك فيه ويحفظه. جزاه الله خيره. انت حضرتك متعود منه كل حلقه اللي هو يجيب لك مثلا شاي وانا داعي له دعاء. تمام. وياخد الدعاء بس بتاعه. الدعاء لا حاضر. طيب. ياخد الدعاء، فهو فجاه في يوم من الايام وراح يجيب لك كنز مثلا، حاجه ثانيه، مشروب عصير مثلا. انت مش انت بالك مثلا حضرتك سنه ولا ثلاثه ولا اربع سنين متعود منه على الشاي. نعم. فهو يروح مفاجئك مثلا بكذا هشرب. نعم بالظبط. مش مزعج. نعم. مني مثلا على سبيل المثال لاعبي كره القدم. نعم. تجدوه يمشي هكذا فجاه يتغير بالكره هكذا. واضح انت غاوي كوره كمان. لا يعني في حاجات بسيطه كده. الكوره. نعم. فدي فيها بلاغه من ضمن. نعم. البلاغه اللي فيها لازم يعني الناس تفهم. يفاجئ القارئ. نعم لها. نعم. فيها لف ونشر غير. نعم. مرتب ولا مشوش. نعم. دي من ضمن البلاغه اللي فيها ديت، عشان الناس كتير بتسال، الناس اللي بتتدبر القران. نعم. عشان الحته دي مهمه جدا. المفروض الملك سبحانه يقول فاما الذين ابيضت، لانه بدا يوم تبيض وجوه. تمام. ولكن الله قال فاما الذين اسودت وجوههم. ولم يكن مفاجأة. نعم. هذه المفاجأة. بالنسبة برضو في وقف صغير كده على كلمة المنكر. نعم. قال برضو الإمام سعيد الداني. نعم. وقف أبو عمرو بن سعيد الداني. نعم. أن هذا الوقف وقف كافي برضو. نعم. الوقوف اللي في المصحف في الصفحة دي كلها وقوف كافية، كما قال السجاوندي وكما قال الداني وكما قال محمد بن عبد الكريم الأشموني برضو إمام الوقف الابتداء. نعم. نعم. كلهم يعني اطلعت على هذه الوقوف لقيتها كلها كافية يعني. إلا من قرأ في الأول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، اللي اختلف في الوباء هل هي عاطفه ام مستانفه، فتكلمنا فيها بامر الله. ربنا يبارك فيك، معلومه طيبه جدا وقيمه. اخونا ايمن ناخد دقيقه بس دعاء، دقيقه دعاء، احنا في ايام مفترجه. دقيقتين. طيب شفت والله العظيم كريم استاذ ايمن، والله ربنا يبارك فيه. معك دقيقتين. ندعو لمصر ان شاء الله. ندعو لمصر وندعو للحجاج وندعو للمرضى المسلمين. ادعي ما شئت واحنا نؤمن خلفك ان شاء الله. اللهم صل على نبينا محمد في الأولين، وصل على نبينا محمد في الآخرين، وصل على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل على نبينا محمد في كل وقت وحين. اللهم اشف أمراضنا وأمراض المسلمين. آمين. ارحم يا رب أمواتنا وأموات المسلمين. آمين. تب يا رب على العصاة المذنبين. اللهم اجعل مصر آمنة مطمئنة. آمين. سخاء رخاء
وسائر بلاد المسلمين. يا رب من أراد مصر بخير فوفقه إلى هذا الخير، ومن أراد مصر بسوء فدمره تدميرا، اجعل كيده في نحره يا رب العالمين. اللهم صب الخير على مصر صبا صبا، ولا تجعل عيشها كدا كدا. اللهم صب الخير على مصر صبا صبا، ولا تجعل عيشها كدا كدا. اللهم تقبل منا الصيام يا رب العالمين. اللهم تقبل منا الصيام يا رب العالمين. اللهم أعد الحجاج إلى أوطانهم سالمين غانمين، وتقبل منهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ونعوذ بك من درك الشقاء، ونعوذ بك من سوء القضاء، ونعوذ بك من شماتة الأعداء، نعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، إن ربي على صراط مستقيم. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله والحمد لله رب العالمين. آمين آمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أنا خدنا دقيقتين من مخرجنا الجميل الشيخ محمد، خد دقيقة ونص وناخد نص دقيقة معلش بعد إذنك أستاذ أيمن. أنا جات لي رسالة من أخ حبيب الشيخ حازم عامر، وأخونا حازم عامر ده برضه من إخواننا المهتمين جدا جدا، وكان معنا في حلقة وكان فيها كانت يعني فيها ثراء في موضوع الكلام عن التجويد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخي الكريم، أحبك في الله، أحبك الله، كل عام وأنتم بخير، بارك الله فيك وضيفك الكريم، وفتح الله لكما شيخنا الإتيان بالإدغام بغنة بدونها بدون اشتراك الأنف في الغنة. ده من الأخطاء اللي إيه اللي يقع فيها الشيخ يعني أخونا بينبهنا لده نحن نتكلم فيه. بعض الإخوة يقرؤون كثيرة هكذا، يعني يقرؤونها كثيرة، أنا أظن هو يقصد ده يعني. طيب بس كده يعني هو ده الكلام كثيرا وما يضل به. أيوة بالضبط كده، ممكن يكون هو ده المقصود. مش اللي خالف حمزة بس ولا بيقرأ بدون غنة، هو يقصد أن كثير من الناس يقع في خطأ أنه لا يركب غنة من الأنف. نعم. يأخذ زمن بس، زمن الإدغام بس. تمام، فالله المستعان. بارك الله فيك شيخ حازم، وفي نهاية الحلقة بشكر ضيفي في الاستوديو الشيخ محمد حسن، بارك الله فيك وأسعد بك في لقاءات قادمة بإذن الله تعالى. وأخونا حازم بس قايل لي على حاجة هقولها للشيخ محمد ملحوظة قبل خلو إن شاء الله وإحنا خارجين بإذن الله تعالى. نعم. كما أشكر كل من اتصل علينا وكل من شاهد هذه الحلقة، وشكر خاص لفريق العمل وعلى رأس فريق العمل في هذه الحلقة أخونا أيمن النبراوي، بارك الله فيه وفي فريق العمل معه. ألتقي بكم بإذن الله تعالى إن قدر الله لنا البقاء واللقاء يوم الثلاثاء القادم بإذن الله تعالى، يكون أجازة العيد خلصت بإذن الله، ونلتقي إن شاء الله لنستكمل وردنا من سورة آل عمران. أسأل الله أن يتقبل من حجاج هذا البيت الحرام في هذا العام، وأن يرزقنا حج بيته في العام القادم بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شفاء لروحي وحبل المتين، ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين، ورحمة قلبي وحصن الحصين، وأمن حياتي وخير الدليل إذا تهت يوما مع الحائرين. فقرآننا
هدينا والحبور وبشر يسلي الفؤاد الحزين وفي